التحذير من الإسلام السياسي هو ما تحدث عنه العلامة محمد سعيد رمضان البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام خلال خطبة صلاة الجمعة في جامع بني أمية الكبير، حيث أكد بأن ما يسمون بالإسلاميين يتخذون من الإسلام اليوم سلما للوصول إلى أغراضهم وسياساتهم. منسق ندوة العلماء في عكار والشمال من جانبه أيضا أكد أن أنظمة الحكم الإسلامي في بعض الدول العربية هي أجندات وأدوات غربية. الإسلام السياسي الذي يتحدث عنه فضيلة الدكتور منفصل بالمطلق عن العروبة وعن المعايير القيمية التي تربينا عليها نحن. الإسلام السياسي الذي يقصده هو الذي يجعل بأيدي البعض مناجل تحصد الرؤوس وتقطع أوصال المواطنين وتغتصب الحرائر تحت عنوان الجهاد. لقد أخطأ الإرهابيون الطريق حيث الزمان خطأ والمكان خطأ، فلا يمكن أن يعرجوا إلى الجنة وإلى الحور العين من القزاز أو من حلب أو من 86 في المزة. أقول لهم لقد تخلت عنكم أمريكا أم الإرهاب أمكم، فراجعوا وتراجعوا وآن لكم أن تلقوا السلاح. ها هي تصنفكم أنكم على لائحة الإرهاب وهي على رأس لوائح الإرهاب في هذا العالم. السوريون وعلى اختلاف مواقعهم تضرعوا إلى الله عز وجل أن يحمي سوريا وشعبها، مؤكدين أن الإسلام بمعناه الحقيقي يأمر وينهى من خلال كتاب الله وشرائعه السماوية. بتمنى لسوريا العيش الرغيد. سيد الفاضل، هاي مؤامرة بدأت الله وكيلك من الوطن العربي، من عندنا من الأردن. أنا أردني وأنا جاي أقدم كلتي لهون لأي جندي سوري. أنا بس ما بعرف وين بدي أروح، إلا سألت التلفزيون جوا، ما بعرف وين بدي أروح. أنا جاي أقدم كلمتي لأي جندي سوري مصاب أو أي رجل أمن مصاب، بس ما بعرف وين بدي أروح. وأنا من هذا المنبر أنا بناشدك بالله وأنت المسؤول، أنا جاي أتبرع فيها كلمتي وبعيني لأي جندي سوري مصاب. كل اللي عم يصير عرفت علي، إذا كان هذا بريء الإسلام منه كل البراء. بتمنى على النصر اللي قادم عن قريب جدا. إحنا من أول لحظة شاعرين بالنصر، وأي واحد بده يتآمر على سوريا أو بده يخونها سيبقى تحت أقدام الجيش العربي السوري. سوريا إن شاء الله تخرج آمنة وقوية بفضل جهود شعبها وأبنائها والطيبين فيها، وإن شاء الله يندحروا هذول العصابات المسلحة واللي ساندوهم قطر وتركيا، وبإذن الله إحنا منصورين. هم الآن هناك تخبط في الوطن العربي، وخاصة استخدام الإسلام كغطاء لتحقيق الإسلام السياسي، وخاصة الآن ما يحصل في مصر. ونحن نعلم الآن أن هناك تحركات كبيرة في مصر، لأنه لم يستطيع مرسي ومن خلال الإسلام أن يحقق متطلبات الشعب المصري، وهم الآن يأخذون هذا الدين غطاء لهم، وسوف تسقط، لأن دين الإسلام هو دين حنيف، هو دين حقيقي، هو دين المحبة ودين السلام، لكنهم هم يأخذون هذا الدين للتفجيرات، وهم سوف يسقطون وسوف يهزمون أمام قوة الشعب وتصميم الشعب، وخاصة الآن نحن في سوريا سوف يهزمون أمام ضربات الجيش العربي السوري الباسل. نتمنى الخير والسلام يا عم أرجاء سوريا بعون الله تعالى وبهمة القائد والشعب. هو ربيع أوباما الذي بات مكشوفا للجميع، ربيع حمل اسم الإسلام لتنفيذ مخططات غربية عدوانية تجاه الشعوب العربية.